أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال مؤتمر صحفي يوم أمس نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التلاعب بالفواتير. للتعرف أكثر على هذا النظام ينضم إلينا الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. أهلا بك دكتور حسام. يعني بشكل مبسط، ما هو نظام الفوترة؟ شكرا جزيلا لك أخي، وصباح الخير لكم الأخوة المشاهدين. الواقع هذا نظام الفوترة الوطني هو عملية بسيطة، إحلال بدل ما كل منشأة كل شركة تعمل على إعداد نظام فوترة إلكتروني وتدفع كلف. نعم. الحكومة بادرت ببناء نظام فوترة وطني يتسع لكل الشركات والمؤسسات والمنشآت. نعم. وبالتالي الانضمام إلى هذا النظام سوف لا يرتب أي كلفة مالية على الشركات والمنشآت والمؤسسات. نعم، يعني دكتور، يعني هو نظام قائم يستطيع يعني أصحاب المنشآت والمؤسسات الدخول وعمل حساب على هذا النظام بهذا الشكل يعني؟ نعم سيدي، وبدلا من تعدد أشكال وأنوان إصدار الفواتير من تقليدية. نعم. لمحوسبة لغيرها، جاء هذا النظام ليمكن كل شركة ومنشأة ومؤسسة من الدخول إلى هذا النظام وإصدار فاتورة أصولية. نعم. دون أن يرتب كمان ما يترتب على أنظمة الفواتير. في الوضع الحالي المكلف قد المدقق الضريبي يطلب منه يحضر جزء من الفواتير والسجلات، وبالتالي يتطلب تعقيد في الإجراءات. في هذا النظام سوف يحل هذا النظام محل جميع الإجراءات اللي كان تترتب على المكلفين بأعباء نقل الفواتير. نعم. للمدقق حتى يتم نقلها. طيب. وتدقيقها يدوي. نعم دكتور حسام، يعني الدخول إلى هذا النظام هل هو إجباري، وكيف يعني ستضمن دخول يعني أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات إلى هذا النظام؟ شكرا. يعني هو من حيث المبدأ الدخول من قبل الشركات والمؤسسات والمنشآت سيكون باختياريتها للإيجابيات اللي بتحققها، ولكن بموجب قانون ضريبة الدخل المادة 23 فقرة واو، وبوجب نظام تنظيم إدارة شؤون الفوترة في الأردن، يجب على كل مؤسسة وشركة تخضع لنظام الفوترة العمل على المبادرة للانضمام إلى هذا النظام. نعم. طيب دكتور حسام، يعني النظام يهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وأيضا الحد من التلاعب بالفواتير. والله يعني أخي العزيز، النظام بصورة رئيسية يهدف إلى تحسين الخدمات للمكلفين، لأنه هذا النظام بصورة رئيسية سيمكن المكلف من الربط المباشر بين دائرة ضريبة الدخل والمكلف، وبالتالي من حيث المبدأ تحسين في الخدمات الضريبية، سرعة في الحصول على براءة الذمة، سرعة في الحصول على الرديات، بالإضافة إلى التخلص من عناء نقل هذه الفواتير الورقية بين الدائرة وبين المكلف، أيضا بخلص من مخاطر الاحتفاظ بالفواتير الورقية. حاليا كثير من الحالات بعض المشاكل بتقع مع المحاسبين بأنه بفقد بعض دفاتر الفواتير وبيجي مدقق ضريبي بيقول له بدي صورة بدي أطلع عليها. بالتالي هذا الإجراء هو من حيث المبدأ والأساس هو موجود لخدمة المكلفين، أيضا سينعكس أيضا إيجابا على رفع كفاءة التدقيق، لأنه بدل ما المدقق يمسك دفاتر فواتير ورقية ودقة ستكون ضمن برامج إلكترونية. نعم. طيب سؤال دكتور، هل نظام الفوترة هذا الجديد هل سيلغي حاجة الدائرة إلى الفواتير أو أنظمة الفواتير الموجودة حاليا في الشركات؟ شكرا جزيلا. الواقع هذا النظام انعمل وتم إعداده بطريقة مرن يستوعب الجميع، الأشخاص الشركات والمنشآت والمؤسسات التي ليس لديها أنظمة
أنظمة تقليدية ورقية بإمكانها تنزل هذا النظام لانضمام بصورة كاملة. أما الشركات والمنشآت والمؤسسات التي لديها أنظمة حاليا محوسبة وهي جزء من نظام مالي محوسب لا يتطلب منها الاستغناء عن نظامها واستبداله، وإنما المرونة في النظام بإمكانية الربط المباشر بين نظامها ونظام الفوترة الإلكتروني. يعني لا غنى عن استخدام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني حتى لو كان هناك نظام قائم في الشركة. نعم سيدي، النظام القائم بالشركة له الخيار. نعم. للشركة الخيار، إذا كان لديها نظام محوسب كامل يتطلب الأمر الربط الإلكتروني، وإذا ليس لديها يتطلب الانضمام بتنزيل هذا النظام، ولها الخيار. نعم. إذا ارتأت أن الخدمات الموجودة ونظام الفوترة تنزيله من أفضل لها، لها الخيار الشركات اختيار ما تراه مناسبا في أي من الخيارين. نعم، يعني نتمنى أن يكون هذا النظام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يعني بفاتحة خير لكم ولجميع الشركات والمستخدمين مستقبلا. شكرا أخي، ولخدمة الشركات. نعم. وسيمكن من تحسين الخدمات الضريبية لهذه الشركات بكل ما يتطلب من توفير للرديات. نعم. وبراءة الذمة وأيضا عدم الحاجة للاحتفاظ بالفواتير الورقية. نعم إن شاء الله. دكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.